ومشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم ومع حضراتكم على شاشة أكسترا نيوز في إطار المتابعة الإخبارية لكافة المستجدات على كافة الأصعدة. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف للحديث عن هذه الزيارة إلى مصر عبر الهاتف أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، بعد التحية دعنا نتحدث عن أهمية هذه الزيارة وأوجه التعاون المشترك بين مصر وطاجكستان. تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. نحن نتحدث عن علاقات مصرية متزنة طوال الوقت ومنفتحة على إحداث علاقات جيدة مع كافة الدول في مختلف يعني النقاط الجغرافية، ومن هنا تأتي أهمية هذه الزيارة. نتحدث أن مصر كانت دوما لها اهتمام بتعزيز علاقاتها مع نطاق آسيا الوسطى، ووجدنا حتى في جولة السيد الرئيس الآسيوية في عام 2018 كيف كان هناك اهتمام من القيادة السياسية المصرية لتعزيز العلاقات المصرية في هذا النطاق الجغرافي. ومن ثم أنا أعتقد أن زيارة الرئيس دولة طاجكستان اليوم للقاهرة بتفتح آفاق جديدة للتعاون ما بين الدولتين. بالفعل هناك آفاق منفتحة، وكان هناك لجنة مشتركة انعقدت في عام 2019، اللجنة العليا ما بين الدولتين، وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم سواء في المجالات الاقتصادية، تعزيز التبادل التجاري، تعزيز أيضا يعني تبادل الخبرات خاصة في المجالات التي لها علاقة بالثقافة والفنون، وهذا أمر جيد. وأيضا أعتقد أن دولة طاجكستان واجهت الفترة الأخيرة يعني برضو تبعها الإرهاب واستطاعت أن تتصدى له، وبالتالي أيضا تبادل. وهذا هو السؤال التالي، الموقع الجغرافي الخاص بطاجكستان وأهمية أن يكون هناك دائما علاقات متواصلة معها، تعليقك على هذا الأمر؟ بالتأكيد، يمكن هذه النقطة الجغرافية مهمة، ولديها خبرات أيضا فيما يتعلق مكافحة الإرهاب وتصدي للفكر المتطرف، وأيضا مصر لديها تجربة رائدة في هذا المجال، ومن ثم تبادل الخبرات هنا أمر مهم جدا. أيضا طاجكستان حتى بعيدا عن فكرة التصدي للفكر المتطرف، هي لديها أيضا خبرات في مجالات الصناعات الثقيلة وخاصة صناعات الألمنيوم، وأيضا لديها مناجم فضة يعني قدر كبير جدا ومتميزة في هذه المجالات، وتنمي ثرواتها الطبيعية واتجه مؤخرا في الاقتصاد الاخضر وتنميه الموارد المائيه، لانها ايضا لديها ثروه مائيه كبيره جدا، واستطاعت ان يعني تنتج كهرباء من هذه الطاقه المائيه. وايضا مصر لديها خطه للاقتصاد الاخضر ولتنميه الموارد الطبيعيه وللاتجاه الى الاستغلال الامثل لهذه الموارد، خاصه ان مصر ايضا تستضيف كوب 27 هذا العام، وبالتالي ايضا تبادل الخبرات في هذا المجال امر جيد جدا. مكافحه الارهاب، الاقتصاد الاخضر والطاقه النظيفه وغيرها من المجالات، انا اعتقد ان هي مجالات للتفاهم والتشاور ما بين القيادات السياسيه في هذا اللقاء وفي هذه القمه المهمه. ايضا نقطه مهمه، ان بالنظر لهذه القمه لا يجب ان نفصلها عن النشاط المصري كما تحدثنا منذ قليل عن النشاط المصري في نطاق يعني اسيا الوسطى. كان هناك ايضا اتصال منذ اسابيع ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس كازاخستان، وبالتالي هناك نشاط ملحوظ لتعزيز العلاقات المصريه في هذا النطاق الجغرافي. واعتقد ان مصر بتعزيزها في علاقاتها مع الدول الناميه امر مهم جدا. مصر لا تعتمد فقط على تعزيز علاقاتها مع الدول المتقدمه والدول الرائده في الاقتصاد او يعني حتى في المجالات الصناعيه، ولكن حتى الدول التي هي لديها تجارب تنمويه رائده، والى ذلك مصر بتسعى لاحداث تكامل اقتصادي. وهنا في الحقيقه العلاقات بتكون وين جيم زي ما بنقول، او رابحه من كافه الاتجاهات. واعتقد ان افق التعاون ما بين الدولتين سوف ينفتح وسوف يكون هناك دفعه قويه بعد هذه القمه. طيب أستاذ جمال، أجدد الترحيب بك إلى هذه الجولة. يعني في بداية حديثك ذكرت من بين عدة عوامل أن طاجكستان عانت من الإرهاب وأنه لديها باع في محاربة الإرهاب وما إلى ذلك. طيب جامعة القاهرة وافقت على منح الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن الدكتوراه الفخرية في الأداب لمؤلفاته المرموقة وإسهامه في نشر السلام والتسامح. هنا أسألك أستاذ جمال عن شكل التعاون بين مصر وبين طاجكستان في نشر قيم التسامح وعدم التطرف، كيف سيكون آليات تفعيل هذا الدور بين مصر وبين طاجكستان؟ يمكن هنا الارتكاز على فكرة القوى الناعمة واستخدام الأدب والفكر والثقافة والفنون كأحد
يعني مجالات تبادل الخبرات، ويمكن حتى اللجنه المشتركه التي انعقدت عام 2019 ما بين الدولتين اكدت على هذا الامر، وكان هناك اتفاق من ضمن الاربع اتفاقيات التي تم توقيعها له علاقه بتعزيز التعاون في الاطار الثقافي. وبالتالي جامعه القاهره الان تمنح ايضا الرئيس التاجر الثاني هذه الدكتوراه الفخريه كدفعه لافق هذا التعاون في مجال الثقافه ومجال الادب. واعتقد ان تبادل الخبرات مهم، لان ثقافات ربما تكون نعم مختلفه، ولكن هنا ائتلاف الحضارات، هنا ان تتواصل الحضارات وتستطيع ان تفتح قنوات تواصل من خلالها تنبذ الفكر المتطرف وتقطع الطريق على الافكار المتطرفه والجماعات الارهابيه، خاصه ان مكافحه الارهاب الان لا تقتصر فقط على المجاهه المسلحه، ولكن اصبح ايضا محاربه الارهاب تعتمد على المجابهه الفكريه. وبالتالي التعاون الدولي من خلال ايجاد مجابهه فكريه متعدده الثقافات وايضا توحد المفاهيم المتعلقه بالانسانيه وبالاخاء وبافكار التعايش امر مهم جدا في مجابهه هذه الافكار المتطرفه. نعم أستاذ جمال، هل من الممكن أيضا أن يكون هناك تعاون فيما يتعلق بالسياحة؟ يعني كان هناك بعض التصريحات لسفير طاجكستان في القاهرة يقول بلادنا جنة غير مكتشفة، إذا هل من الممكن أيضا أن يكون هناك نوع من أنواع التعاون فيما يتعلق بهذا المجال؟ بالتأكيد، يعني طاجكستان لديها يعني كما أوضحنا موارد طبيعية كبيرة جدا، وهذه الموارد الطبيعية من طبيعة خلابة أو حتى من يعني انهار وغيرها من المناظر الخلابه وغيرها من الامور كلها بتمنحها يعني امكانيات سياحيه عاليه المستوى. وبالتاكيد ايضا مصر بتفتح ابوابها الان في مختلف الاسواق السياحيه، خصوصا ان احنا بنتكلم دلوقتي عن منتج سياحي مصري لم يعد يقتصر على فكره السياحه الشاطئيه، ولكن حتى بنتحدث الان عن السياحه الخاصه بالثقافه، السياحه الخاصه بالاثار، ويعني الافتتاحات التي تمت خلال الاعوام الماضيه لعده متاحف ولعده مزارات سياحيه وتطويرها. وبالتالي مصر اصبحت عنصر جذب سياحي بكافه النقاط على مستوى العالم. وبالتالي اعتقد ان ايضا هذا الامر مهم جدا، خصوصا مع المتغيرات الدوليه التي نشهدها وربما انطلاق بعض الاسواق السياحيه، وبالتالي علينا ايضا ان نبحث عن اسواق سياحيه مختلفه، وبالتالي هذه فرصه لفتح اسواق سياحيه جديده. طيب استاذ جمال، حضرتك ذكرت فكره الاقتصاد الاخضر، أن طاجكستان أيضا من ضمن الدول التي تهتم بهذا الأمر، ونحن في انتظار انعقاد كوب 27 ومصر خطت خطوات عديدة فيما يتعلق بهذا المجال. دعنا نتحدث عن الاقتصاد الأخضر في طاجكستان، إلى أي مرحلة قد وصل أو ما المرحلة المرجوة أن يصل إليها؟ يمكن هنا بنتحدث عن دولة بتعتمد في الأساس على الآن توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية وتستغل مواردها المائية في هذا الأمر، وبتحاول أن تعزز من قدراتها يعني في استخدام الأمثل للموارد المائية، لأنها لديها يعني قدرات مائية عالية جدا. ومن ثم أعتقد أن مصر أيضا لديها الآن تجربة مش بس محلية ولكنها تجربة إقليمية، حينما ننظر إلى التجربة المصرية في استخدام الأمثل للموارد المائية سواء في الداخل من خلال إعادة تدوير الماء وما نشهده من افتتاحات لمحطات لها علاقة ب يعني إعادة الصرف وغيرها من الأمور، أو حتى فيما يتعلق بالمشروعات التي تقوم بها مصر في المحيط الأفريقي زي مثلا سد جوليس نيريري ومشروعات أيضا الموارد المائية في جنوب السودان وغيرها من المناطق الجغرافية في القارة الأفريقية. وبالتالي مصر لديها الآن حصيلة وخبرات من الممكن بالفعل أن تتبادلها مع دولة طاجكستان، وطاجكستان بالفعل مضت في خطوات جيدة جدا وأيضا لديها خبرات. وأعتقد أن تبادل الخبرات في هذا الأمر مهم. أيضا فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، أعتقد أن التباحث ما بين الدول النامية قبل انعقاد كوب 27 وحرص مصر أن تتباحث مع كافة الدول النامية والصاعدة ومن بينها طبعا طاجكستان أمر مهم جدا لإيجاد رؤية ويعني أيضا أجندة تحوي حقوق هذه الدول في التنمية المستدامة وتحمل عادل لتبعات التغيرات المناخية. وبالتالي أيضا هذا الملف من الملفات الغاية الأهمية وفي الكثير من المجالات للتباحث والتفاهم. نعم أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، جزيل الشكر لحضرتك.